ملي كنقول المستخدمين راه كيشملوا الاساتذه التقنيين الاعوان جميع القطاع ديال المؤسسه درت واحد التعزيه ماشي كيف ما المفهوم ديالها ان كنعطوا الفلوس ولكن كتعزيه من المؤسسه اللي كتواسي بها في الظروف اللي كتعيشها افراد اسره منخرط او منخرطه انه في حاله وفاه المنخرط من هذاك المبلغ التعزيه 10,000 درهم بالنسبه لفوات الزوجه 5,000 درهم احد الابناء 3,000 درهم وبالنسبه لامتى كتم ان ملي كيتسوى المعاش الارمله كتجي عندنا ديك الساعه المؤسسه باش كتهيئ واحد الملف ديال تجديد ديال الخيره اللي كنقدموهم اليوم بعد بعيد ما كانوا كاين في الموقع الالكتروني ديال المؤسسه واجب الانخراط بالنسبه لذوي الحقوق هو اجره يوم في السنه من المعاش الصافي. بالنسبه للخدمات اللي كيستافدوا منهم ذوي الحقوق كتبقى لهم التغطيه الصحيه التكميليه، النقل الصحي، النقل عبر القطار، والاستفاده من الخدمات ديال الاستياف وكذلك منحه الاستحقاق الابناء المتفوقين والمنحه ديال التعليم الاولي والنقل عبر القطار وسقطته. 2009 2012 اللي سكن راه سكن من الشقق اللي فارغه راه خصها الصيانه وخصها تدخل على السانديك وخص نيتواياج كارديناج دونك هاد المصاريف كلها تبقى حتى متابع. الوغ كو لو فوغاليف او الامتلاك حاليا تنهضرو على واحد حنا نقولو في لا كريز دابا حاليا عندك واحد 500 مستفد في الشهر كل شهريا والوبجيكتيف الهدف هو 100,000 في 10 سنوات. دونك الى جات المؤسسه تبني في كل مدينه او في المدن الكبرى دابا في الميزانيه اللي كاينه نكونوا واقعيين دونك كاين خدمات دونك المؤسسه الى مشات غير في العقار دونك ما بقاتش مؤسسه اجتماعيه دونك زعما تعطيك غير النقط اهم رابط بين هذوك يمكن في لاشارت دي فالور كان الرابط الاساسي اللي كنتنا هو الثقه الا ما كانتش الثقه ربما بزاف الامور ما نقدروش نستمروا فيها والدليل على ذلك ان علاش السكن كان مثلا كاين داك السيرتيفيكا دو لامبوزيسيون حنا كنتلقوا في المنخرط كيجي باش صاحب الشرف لانه راه ما عنده سكن جمال السيتوني الامين العام للمؤسسه السادس للنهوض بالعمله الاجتماعيه للتربيه والتمويل. فالمؤسسه اليوم متواجده في مدينه اكادير في اطار سياسات القرب ديالها كتقدم شي محاضره على المنخرطين فهذه القافله هي التواصل. من خلال هذه المؤسسه كتقرب جميع المنخرطين ديالها وتقدم لهم الشراكه على اليوم المشاركه والتمويلات مع ذلك. فهذا اللقاء كيقول علاش عرف شنو هما الخدمات اللي كتقدمها المؤسسه كيفاش تطورت هذه الخدمات وكذلك هي في اللقاء التواصل اللي غيكون مثلا بحيث كنسمتوا المنخرطين نعرفوا شنو الاحتياجات ديالهم شنو المطلوبات ديالهم باش كنطوروا دائما خدمه ونكونوا دائما قريب ليهم. الاقبال الكبير من طرف المنخرطين هو احنا معتادين به لانه دائما بغا يتكعفوا بان المؤسسه هي كتجي عندهم راه كتجيب لهم الجديد وكتجي كذلك باش تاخذ الاراء ديالهم باش كتصنت عليهم تشوف الحاشيه ديالهم باش تطور الخدمات ديالهم.